كان الموسيقار الراحل فريد الأطرش متعدد المواهب، ولعله أبدع في فن الأوبريت أيما إبداع، فكان له فيه باع طويل بحيث إنه لم يقلد فيه أحدا ولا حاكى غيره. فانتقل بهذا الفن من المسرح إلى السينما في بداية الأربعينيات بشكل جريء ومتطور، بل فيه عبقرية، وجعله بالمعنى الصحيح والكامل للنوع. فحالفه التوفيق مع أولى أوبريت له، ليالي الأندلس، في فيلم انتصار الشباب عام 1941، والذي شاركته بطولته شقيقته وتوأم روحه الراحلة أسمهان. وتوالت بعد ذلك أوبريتاته في العديد من الأفلام، ما بين عام 1948 حيث قدم أوبريت أنغام من الشرق في فيلم بلبل أفندي مع صباح، إلى عام 1956 حيث قدم أوبريت صانع التماثيل في فيلم إزاي أنساك مع صباح أيضا. ولا حاجة في اعتقادي إلى جرد بقية الأوبريتات، وهي معلومة لدى الجميع. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة مقالا نادرا بعنوان فن الأوبريت ليس فنا ضائعا، بقلب الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بحيث يدافع باستماتة عن هذا الفن، بل يقدم مبادرات من أجل النهوض به وضمانات للمسؤولين من أجل طمأنتهم على نجاحه. وقد صدر المقال بمجلة الاستوديو يوم 20 من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1950، ولحظات مفيدة وممتعة. كتب الأستاذ فريد الأطرش ردا على مقال سابق ما يلي: كتب الأستاذ عثمان العنتبلي في عدد مضى من الاستوديو مقالا بعنوان لون ضائع، عرض فيه لهذا اللون المفقود من موسيقانا المسرحية وهو فن الأوبريت. ليس الأوبريت من الفنون التي تدخل في نطاق الكماليات أو تنصب على ناحية من نواحي الترفيه فيمكن الاستغناء عنه، ولكنه حقيقة كبيرة يؤكد يؤكد بها الفن كيانه. وإذا نظرنا إلى البلاد الأوروبية كلها وجدنا لون الأوبريت يأخذ وضعا متمايزا، ففيه تلتقي ميول الشعب الموسيقية والتمثيلية والغنائية، وباجتماع هذه نجد أنفسنا إزاء الجانب الهام من الفن كله. ثم يأتي بعد إذن الجانب العملي، وهو ينحصر في رسالة الأوبريت ومدى الجانب الثقافي الذي يؤدي إليه وجود هذا اللون الضائع. فمن المفهوم أن شعبا من الشعوب يريد أن يظهر قيمته الحضارية، فلن نجد دليلا محسوسا ينم عن هذه القيمة سوى ذوقه الفني. والذوق الفني لا يمكن أن يوجد في حيز الحقائق الواقعة إلا إذا حاولنا خلقه ورحنا نبحث عن مواضعه الكامنة في النفس الإنسانية. ولا بد أن تكون هذه المواضع بادية في هذه الملكة التي يتميز بها النوع الإنساني، وهي المشاركة الوجدانية، فبها ترتفع الجماعة عن أنانيتها وذاتيتها متجهة إلى شعور بالراحة النفسية غريب، إلى بحث ما يهم المجموعة وما يتشابك من أهدافها المشتركة. وهل تجد ما يخلق هذا كله سوى الأوبريت؟ فبالموسيقى نهذب الشعور ونعمل على ارتقائه، وكذلك بالغناء يمكننا أن نحلل كل الوجدانات المغلقة، فإذا بها تتفتح على كل ما يلقى إليها من قضايا إنسانية. ولن يبلغ شعب من الشعوب درجته الحضارية إلا بالوصول إلى هذه الناحية الخطيرة، غير أن الكثيرين يتغافلون عن قيمتها. أما رأي معالي الدكتور صلاح الدين فلم يتعارض مع هذه الناحية، ولكن يؤيدها تمام التأييد كما جاء في كلمة الأستاذ العنتبلي. لكن الغريب أن هناك من المسؤولين من يعارضون هذا، وكل دليل بأيديهم إنما ينصب على ناحية الإمكانيات.
فهم يعتذرون بجسامة التكاليف ويحسبون أن كل فرقة تحاول عرض الأوبريت عرضا فنيا خالصا مصيرها إلى الخسارة المادية. ولكننا لم نعرف أمة من الأمم تنافرت ميولها على هذا النحو، وحتى الأمم البربرية أول ما تشرع في التعبير عن نفسها نجدها تبدأ في إقامة الحفلات الغنائية وقرع الطبول. وهذا الإحساس المسيطر على نفسي دفعني إلى الكتابة للمسؤولين باستعداد خالص لتناول هذا المشروع كيما يثبت فن الأوبريت في حيز الواقع. ولقد عرضت عليهم أن يأخذوا مني كل الضمانات الكافية وكل ما يريدون لتوكيد نجاح المشروع أمام شرط واحد، هو إعطاء المجال الذي يعرض فيه هذا اللون الفني، وهو بطبيعة الحال يستلزم مسرحا راقيا كدار الأوبرا. ولم أعرف ماذا تم في هذا الذي عرضته، وكل ما أدريه أن هذا اللون الضائع كما يقول الأستاذ العنتبلي ليس بمفقود لنضوب مصر من الفنانين، ولكنه يرجع إلى المسؤولين أنفسهم. إني أتقدم الآن إلى المسؤولين كي يمنحوني فرصة القيام بعبء الأوبريت، ومستعد مرة أخرى أن أتحمل المسؤولية. فسأتصل بالفنانين والفنيين والشعراء والموسيقيين والكورس والمخرجين إلى آخره، وإني لأعلن على رؤوس الأشهاد أنني أضع كل الضمانات المادية في حالة فشل هذا المشروع، الضمانات الكافية التي تهدم كل حجة يتدرعون بها، ولدي كل استعداد لمناقشة ما يضعونه من عقبات عقب عقبة لإيماني التام بحاجة مصر إلى هذا اللون. ثم أحب أن أهمس في أذن المسؤولين، لماذا أنشئت دار الأوبرا إذا لم تكن رسالتها تقديم الأوبريت؟ وفي الحقيقة إن الأوبريت هو ضرورة لازمة كما قلت لكل شعب، ويكفي أن تعرف أن أهم ميدان في فرنسا وإنجلترا هو ميدان الأوبرا. فهل يمكن أن يسير المسؤولون هذا المشروع بخطى سريعة؟ تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.